السلام عليكم اخوتي واخواتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات شاف نور الدين كوكينج. بالنسبة للحلقة هذه اليوم تاع الطلب، العديد من الاخوات اللي قالوا لي نقدم لهم سمنة في الفران بالكفتة، واليوم ان شاء الله جبت لكم الوصفة. بالنسبة للوصفة ديال اليوم هي عبارة على سمنة في الفران بالكفتة كما قلت لكم، ودابا على بركة الله غادي نبداو الطريقة ديال التحضير. بالنسبة للحشوة هي اللي غادي نقدوها الاولى، على بركة الله غادي نبداو بالحشوة. غادي نديرو في مقلة شوية ديال زيت الزيتون، ثم كما ما نكتروش حتى عندنا الشحمه، لذلك غنقللو اليوم من زيت الزيتون. غادي نزيدو البصله اللي مشلضه، ما تكونش مشلضه رقيقه بزاف، يعني خاصها تكون باينه شويه. غادي نخلطوها هي والزيت العود، غنديوها فوق النار تتشحر بعد ما طاحت البصله ديالنا. نتوما كما كتشوفوا كنخليوها حتى كطيح. غادي نزيدو على بركه الله القزبور اللي مقطع رقيق، غادي نزيدو الزيتون حتى هو، يمكن لكم تقطعوا دوائر او تطحنوا حتى هو. والكفته، بالنسبه للكفته انا استعملت 300 غرام ديال الكفته. غادي نزيد دابا على بركه الله التوابل، الخرقوم تقريبا معلقه معلقه كبيره، سكنجبير، بزار، تحميره معلقه معلقه، وغادي نحتاجو صلصة حارة. يمكن لكم تستعملوا الهريسة الى عندكم، انا عندي هذه كنستعمل هذه صلصة حارة، لذلك غادي نستعملها. دابا غادي ندي ديت المكونات تتخلطوا كاملين، ولات عندي هنايا حشوة بهذا الشكل هذا، تطابت الكفتة وداك الشيء. دابا على بركة الله غادي نبداو الطريقة ديال الدقيق. غادي نحتاجو على بركة الله 400 غرام ديال الدقيق ديال الابيض، و250 غرام ديال الفينو. غادي نحتاجو الزبدة مدوبة، 50 غرام ديال الزبدة مدوبة، الملحة والمدافي باش غادي نعجنو. صافي، هادو هما المكونات ديال العجينة ديالنا. غادي نديها تعجن مزيان حتى تعجن وتولي عندي عجينة. هانتوما كما كتشوفوا بعد ما تعجنات العجينة ما خاصهاش تكون قاصحة باش كتكون عملية معاكم وتكون سهلة باش انكم تقادوها، خاصها تجيب هاد الشكل هذا. نتوما كما كتشوفوا راه خفيفة وما تجيش عاوتاني قاصحه بزاف، يعني بحال العجينه ديال المسمن. صافي، دابا بركة الله غادي نغطيها وغادي نخليها حتى تخمر مزيان مزيان مزيان، عفوا ماشي تخمر يعني ترتاح. وبعد ما ارتاحت العجينه ديالنا نتوما كما كتشوفوا، انا غندهن الطاوه ديال بلاطو او لا طاوه او لا اي صحن، وغنشكل كويرات. بالنسبه للكويرات اللي غادي نشكل، خاص كره تكون كبيره على كره، يعني كره غنبقاو غادي من الصغير حتى للكبير. دابا نتوما غتلاحظوا، بعد دابا انا درت هذه، غادي نعاود نكبر عليها، وغادي حتى كنحصلوا على الكره الكبيره كاع. وانتم كما كتشوفوا حنا غاديين وكنكبروا في الكرات ديالنا ديال العجينه بهذا الشكل هذا. كنبقاو غاديين وكنكبروا فيهم، يعني كنديروا من الصغير للكبير. دابا غادي نديروا الكبيره كاع بهذا الشكل هذا. غادي نزيد هذا الطرف اللي بقى ليا في الصغيره. صافي، هاد الشكل هذا حنا كنكونو سالينا العجينة ديالنا، كورناها، غندهنو ليها الوجه ديالها بالزيت، زيت النباتية، ونغطيهم بلاستيك غذائي ونخليهم يرتاحوا لمدة واحد 15 دقيقة. بعد ما ارتاحت العجينة ديالنا ودازت 15 دقيقة، كنحسو بها هي يعني مقادة. صافي، يعني ارتحت مزيان. دابا على بركة الله غادي نبداو نخدمو المسمن ديالنا. اول حاجة غادي نبداو نطلقو العجينة، كنبداو نطلقو بالصغيرة. حنا طلقنا الصغيرة، نتوما كما كتشوفو كنديرو الحشوة، خاصها نطلقو مزيان حتى يولي يبان سطح العمل. ما نديروهاش غليظة، حيت الا درناها غليظة غتجينا عجينة فوق عجينة وغادي تجي معجنة، لذلك حاولوا ترققوا العجينة مزيان حتى يولي يبان السطح. كنديرو الحشوة بهذا الشكل هذا، وكنجمعوا العجينة بحال الشكل ديال المسمن بهذا الشكل هذا.
كنجمعوها بحال الشكل ديال المسمن عادي، غادي نعاودو نجيبو كورة أخرى وغادي نعاودو نطلقوها بهذا الشكل هذا، وغادي نعاودو نطلقوها حتى هي مزيان بهذا الشكل هذا حتى تولي رقيقة. بعد ما طلقناها كنديرو الحشوة بهذا الشكل هذا، حاولوا انتم ما تقطعش ليكم العجينة. غادي نجيب داك المربع الأول وغنعاود نحطو على العجينة بهذا الشكل هذا، فالطريقة راه واضحة. غادي نعاودو نسدو، غادي نعاود نجيب كرة أخرى. يعني كنبداو من الصغيرة حنا غاديين، هذوك اللي كنا شكلناهم في الأول كنبقاو غاديين من الصغيرة وحنا طالعين. أنا بديت من الصغيرة وأنا طالع كنبقاو ناخدو كرة كرة كرة. دابا غناخد عاوتاني المربع بعد ما طلقت العجينة ودرت الحشوة، غادي نعاود نسد العجينة ديالتي بهذا الشكل هذا. هانتوما كيما كتشوفوا، غادي نعاود نحط المربع على جنب، غادي نعاود نطلق الكرة الأخرى، نطلقها مزيان، ندير الحشوة بهذا الشكل هذا، نجيب الكرة العجينة الأخرى ونسد بها. العجينة بهذا الشكل هذا، طلقنا عاود ثاني العجينة كرة أخرى، درنا الحشوة، نجيب عاود ثاني الكرة، ونسدو. فغادي نبقاو غاديين بنفس الطريقة حتى نكملو الكرات كاملين. غادي نعاودو عاوتاني نجيبو كرة أخرى، غنديرو الحشوة، حاولوا تكتروا الحشوة شوية هكا في العجينة، والعجينة حاولوا ترققوها، حيت إلا ما رققتوهاش راه غتجيكم بحال معجنة من الداخل، يعني عجينة. لذلك حاولوا أنكم ترققوا العجينة ديالكم. غادي نعاود نجيب المربع بهذا الشكل هذا، وغادي نعاود نسدو العجينة ديالنا بهذا الشكل هذا. فهاد الفطيرة هذه كتجي رائعة رائعة رائعة، ما نعاودش ليكم، مع شي كاس ديال اتاي فراه كطلع، ما نعاودش ليكم من ألد ما يكون. كنعاودو نطلقو العجينة، كنعاودو نديرو الحشوة بهذا الشكل هذا. غنعاودو نجيبو المربع ديال العجينة بهذا الشكل هذا، هو المربع غادي وكيكبر. وبقات عندنا اخر كره خصنا نطلقوها، وخصها ما تقطعش ما تقطعش ما تقطعش، خاص الكره الاخرى ما تقطعش، راه هي اللي غتكون الواجهه ديال المسمنه ديالكم، لذلك ما خصهاش تقطع. غادي نهز داك المربع الكبير اللي ولا كبير وما تقدوش تهزوه، لذلك حاولوا تزربيو وتهزوه دغيا. فكما قلت لكم، الا خليتو العجينه ترتاح وقديتو العجينه مزيان وعطيتوها حقها في الدليك راه غتجيكم سهله في الخدمه، اما الا ما قديتوهاش مزيان راه غتجي معاكم قاصحه وغادي تبقى تقطع. لذلك العجينه راه حاجه مهمه انها تقد معاكم باش تنجح معاكم الوصفه. صافي، غادي نسدو العجينه ديالنا بهذا الشكل هذا. فبالنسبه للورقه الاخرى ما كنديروش فيها الحشوه، الورقه ما قبل الاخيره هي اللي كنديرو فيها الحشوه. غادي نسدو، حنا دابا سدينا المسمنه ديالنا، انا دهنت الطاوه بالزيت مزيان، دابا على بركه الله غادي نطلق عليها المربع ديالي مزيان تطلق تولي رقيق، خاصو ضروري يكون رقيق ما يكونش غلط باش ما تجيكمش معجنه. ودابا بعد ما انتما كما كتشوفوا رققناها مزيان فوق الطاوة بهذا الشكل هذا، كنجيبوا البيض او الصفار ديال البيض، انا استعملت بيضة كاملة، وغندهن بها المسمنة ديالتي من الفوق بهذا الشكل هذا، ندهنوها مزيان بهذا الشكل تعطي لون ذهبي وزوين بهذا الشكل هذا، وكندخلوها الفرن حتى كطيب مزيان، كطيب كتحمر من الفوق وتحمر من التحت، وكتجي بهذا الشكل هذا، كتجي رائعة 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 ومورقة مورقة مورقة، كتجي بهذا الشكل هذا. انا غادي نقطع معاكم طرف باش تشوفوا كيفاش جا من الداخل، ضروري خاصكم تحمروها مزيان مزيان، وكتجي راه ما نعاودش لكم الرائحة اللي طلعت منها، كتجي رائعة رائعة رائعة، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. فكتجي بهذا الشكل هذا، نتوما كما كتشوفوا دابا على بركه الله غادي نقطع لكم منها طرف
باش تشوفها كي كتجي من الداخل كتجي رائعة وزوينة ورطبة ومقرملة من برا ومن المهم واحد المنطقة رائعة ان شاء الله تجربها وتعجبكم. فدابا غادي نقطع معاكم طرف بهذا الشكل هذا باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. كتجي بهذا الشكل هذا كتجي رائعة، كتجي مقرمشة وزوينة ولذيذة مع شي كاس ديال اتاي بالنعناع. ولا عجبتكم الحلقة ديال اليوم دعموني بتعليقات ديالكم، ديروا لي جيم الفيديو واشتركوا في القناة ديالي باش توصلوا بجديد الوصفات ان شاء الله. والى حلقة مقبلة بحول الله.